اهلا بحضراتكم من جديد. كلم الكابتن مدحت واثار قضيه، عايز يقول انه في عواطف في التاجيل، عشان بس الناس فكره انك انت تقول عواطف، عايز تقول ان عاطفه الانتماء ورا التاجيل، هل ده صحيح؟ انا هستعرض لك اسباب التاجيل في كل مباراه، لكن قبل ما استعرض خلي صاحب القرار نفسه كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمسؤول عن إدارة المسابقات يقول إيه سبب تأجيل مباراة طلائع الجيش يا كابتن مدحت قبل ما تقول عواطف. فيما يتعلق بنهائي كأس مصر إن شاء الله بإذن الله، 8 مارس ده الميعاد النهائي الأكيد ولا ممكن يتغير؟ لا ده النهائي إن شاء الله. النهائي في السعودية بمشيئة الله؟ آه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب عرفنا الملعب اللي هنلعب عليه إيه وساعة الاستاد وتوزيع التذاكر والأمور اللي شبه كده؟ لسه الحاجات دي بشكل رسمي لسه ما جاتليش. طيب من المنتظر إنه يتم الإعلان عن المباراة دي بشكل رسمي وبالتالي الناس تخش تحجز التذاكر والحاجات دي كلها إمتى؟ لا الأمور دي أصلا بتبقى مع الشركة المنظمة. ماشي. الشركة الراعية مع الشركة المنظمة مع اللجنة المنظمة طبعا في السعودية، فبالتالي الأمور دي كلها أكيد هتعلن في أقرب وقت عشان فتح باب التذاكر، وأكيد هيبقى فيه مؤتمر أو بيان طالع بكل التفاصيل ديت. أنا مش عايز أفتي فيها عشان ما أقولش حاجة غلط. ماشي 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 ماشي، ما عنديش مشكلة. أنا كل اللي طلب مني إن أنا أعمل تصور. أيوه. بتعديل الجدول بناءً على تعديل المباراة من يوم 13 ليوم 8، فده طبعًا هيتطلب إن إحنا نعدل المباريات علشان تمشي مع الميعاد الجديد بتاع نهائي الكاس. الدوري هينتهي في 30 يوليو زي ما كنا بنتكلم ولا صعب؟ وفقا للمتغيرات الكتيره اللي احنا عمالين نلاقيها دي. الحقيقه يعني لغايه الاسبوع اللي فات انا طبعا كنت باكد على ان هي يوم 30. ايوه لحد الاسبوع اللي فات. لحد الاسبوع اللي فات. هو الاهلي عنده ماتش يوم 19، هو 16 هيلعب مع شباب بلوزداد، 19 مع طلائع الجيش، ده اتاجل ولا في ميعاده لسه؟ ما هيلعب سبت 16 كده، هيلعب يوم 16 واللي بعديه يوم 23. 16 و23 مفيش 19. والمباراتين بره. فطبعا طبقا للائحه اللي حاطينها. ايوه صعب ان هو يلعب بين المباراتين دول. وبالتالي مباراه طلائع الجيش دي تم تاجيلها. صح كده؟ تمام. هل ابلغتهم رسمي ولا احنا بنعرف المعلومه دلوقتي مع حضرتك لاول مره؟ لا لسه ما نبلغش رسمي. اذا هو تعديل فرضته اللائحة. لا في عواطف في النص ولا حد له مزاج غير الناس اللي عايزة تتدخل لتصوير الأمر وكأن هناك مجاملات أو قرارات خاصة. لما بيبقى في حاجة زي كده كلنا بنبقى داخلين في الموضوع، لكن يعني ما حدش يفتح موضوع إلا إذا كان حقيقي، لأن كده بيبقى النوايا مش كويسة. طيب لائحة المسابقة واضحة جدا، في اليومين والتالت تلعب لو المباراة داخلية، وتلات أيام وفي الرابع تلعب لو المباراة خارجية، ده نص صريح موجود في اللائحة وكل الأندية ماضية عليه وعارفاه، عشان كده اتطبق على الزمالك واتطبق على الأهلي وعلى فيوتشر وعلى بيراميدز. لكن حتى كابتن مدحت هو بيتكلم على هذه الظروف، نفس الظروف ونفس اللائحة ونفس إدارة المسابقات ونفس عامر حسين، كل التفاصيل دي كانت موجودة والزمالك بياخد الدوري سنتين. لحد ساعتها لا قال عواطف ولا قال غيره. بس كانت الدنيا زي الفل، مع ان كل الالحاح الاعلامي وقتها التاجيل لصالح الاهلي. مش عارف ازاي كيف يكون التاجيل والزمالك بياخد البطوله وهو عمال يفقد البطولات، والاهلي دوري وكاس دوري وكاس، والاهلي بتتاجل له ماتشات فيلعب مضغوط فيخسر نقاط، وضع منطقي. بس الحقيقه كابتن مدحت حتى لو كان هو الراجل قصد في كل ده ان يعمل مقاربه ما بين الدوري المصري مع الدوري السعودي لصالح الاخير من وجهه نظره طبعا، ثم شوية يتهكم على إمام عاشور لصالح سالم الدوسري ورشاقته وأناقته وشياكته ونطته وقفزته، نط براحتك بس مش على حساب لاعب مصري أصيب بارتجاج في المخ في مباراة مع المنتخب، في موهبة مع المنتخب ومازال فيها حتى الآن. أعتقد إمام عاشور له حق الاعتذار عند الكابتن مدحت شلبي، لانك انت الراجل اعتبرت ان هو بيهزر. وايه المناسبه؟ وحب يعملها في التمرين فوقع نط على قدك. ايه المناسبه يا استاذ ابراهيم استدعت انك تذكر هذا الامر؟ انت بتتكلم على مباراه ملهاش علاقه خالص. مش الافيه حكم ان انت يبقى فيه
مفيش صلة. تلقيحة وإساءة للاعب مصري.